السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم فيديو جديد وموضوع مغير البنات. اليوم ان شاء الله وهابت نتقاسم معكم واحد الوصفة لسحرية وفعالة ان شاء الله في القضاء والتخلص من التكال بإذن الله. وصفة مجربة البنات، إذا قلت لكم شي حاجة مجربة راها على رقبتي، يعني ماشي شفتها أو اللي سمعت بها، يعني راها مجربة. كلمة خدوها بجميع المعاني ديالها. كنتمنى ان شاء الله انكم تستفدوا منها وانني ندي الاجر في هذه الوصفة يا ربي، وانكم تدوه معايا كذلك، لان العديد والعديد والعديد ديال البنات وديال السيدات اللي كاينين في البيوت ديالهم واللي ما تحتش لهم ساكن الفرصة انهم يتشافوا، لان اللي كاينه اللي مشات من عند بزاف ديال الاطباء وما لقاوش ليها المرض ديالها وما عرفاتش شنو دير، وكاينه اللي مسكينه باقا صغيره، وكاينه اللي يلاه تزوجات، وكاينه يعني نساعدوا بعضياتنا. الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى عطانا هذه الوسيله باش اننا نساعدوا بعضياتنا ونتقاسموا جميع الافكار مع بعضياتنا، باش الله سبحانه وتعالى ييسر لنا جميع الامور ويشافي الجميع يا رب. وقفوا واحد الوقفه البنات وديروا واحد الدعاء، الله يشافي جميع المرضى يا ربي، والهليب لي شي واحد يا ربي في الدنيا هذه، والله ياخذ الحق في الحقيقه في اللي كيتعدى واللي كيسمم شي انسان راه هو تيتسمى مجرم في الخفاء، ولكن راه ما عرفش راسو واش مجرم. المجرم حنا كنعرفوا اللي كنشوفوا انه قتال وانه كيمشي للحبس، مجرم اللي كيسرق، ولكن راه المجرم الاكبر وهو اللي كيقتل الناس في الخفاء واللي كيسمم الناس. اشنو غيقول الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامه؟ هذا راه اكبر مجرم واكبر انسان اللي تنطلبوا الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق في اي واحد تجرأ وسمم خوه المسلم. احنا ما غاديش دابا، احنا فقط دعاء بسيط، الله ينتقم من اللي كيتعدى ان شاء الله يا ربي، مادام الله سبحانه وتعالى راه عطينا العلاج بالقران والعلاج ان شاء الله كذلك بالاعشاب اللي خلق الله سبحانه وتعالى. غادي بلا ما نطول عليكم غادي نبداو في هذه الوصفه باذن الله، اللي هي وصفه كما قلت لكم البنات مجربه وفعاله، وبارطاجيوها عافاكم مع الهلو الحباب ديالكم باش ان شاء الله الفائده تعم والله يشافي الجميع. غادي ندوز معكم لهاد الوصفه هذه اللي هي فيها جوج مكونين البنات، عفوا ثلاثه، جوج اللي كنستعملوا مع مكون واحد. باذن الله هاد الوصفه البنات خذوها بعينكم مغمضين، ما خطر ما حتى شي حاجه، وانما كتخلصكم من جميع السموم ان شاء الله. اشنا هي هاد الوصفه هذه؟ اول حاجه ان شاء الله قبل ما غادي ندوز معكم لهاد الوصفه، غادي نذكر هكا البنات اللي ما عارفينش والاخوات اللي عندهم هاد الاعراض وما عارفينهاش اشنا هما الاعراض ديال التوكال، باذن الله اللي كنتمنى ما يكونوا في حتى شي انسان. الاعراض البنات هما اول حاجه كتكون عندك الم في المعده، الم دائما في المعده. ولكن قبل ما غنبدا معكم في هاد الاعراض باذن الله، حتى شي واحد ما غادي يدخل ليه الوسواس في راسو وتكون فيه شي حاجه من هاد الاعراض ويقول انا مريض بهذا المرض. لا، اول حاجه باش تحيدي الشك، لا او السيد او اللي كيتفرج هذا الفيديو، المهم غادي تمشي تدوز ودير التحاليل كلهم، غادي تحيدي الشك، حتى يقول لك الطبيب انك ما عندك حتى شي حاجه، كوني اكيده مول التوكل ما كتكون عنده حتى شي حاجه، كيدير التحاليل وكل شيء كيخرج هو هذاك. ولكن الاطباء من طبيعه الحال ما كيعرفوش، يقدروا يقولوا لك الاعصاب في المعده، يقدروا يقولوا لك، ما غاديش يعرفوا بصفه نهائيه شنو هو التوكل. الحمد لله ربي راه عطانا باش غنتعالجوا. غنقول لكم فقط الاعراض باختصار اللي ما عارفهمش. الاعراض كتكون الام على المعده، كتكون فقدان الشهيه بصفه نهائيه، وفقدان كذلك بما انك تكون فقدان الشهيه يعني تيكون حتى فقدان في الوزن، تيكونوا بعض تيكون الغازات كثار، هكا تتكون سخفه، يعني دائما راكي سخفانه، دائما راكي سخفانه مهلوكه واخا ما ديري حتى شي حاجه. الدوخه يعني كتجيك الدوخه، القلق الشديد يعني ما كتكونيش هي هذيك، يعني ما كتحمليش الهضره مع الناس بزاف، ما كتحمليش المهم بزاف الحوايج، كيكون دائما قلبك مقبوض. الم تيكون في الاسفل الظهر من الوسط ديال الظهر، وكيكون كذلك واحد تشعري بالتقيؤ، يعني بعض المرات يا اما في الصباح يا اما كتجيك بحال الغثيان، يعني كتجيك تحسي براسك باغا تقيي، باغا عزكم الله. المهم سمحوا لي على هاد المصطلحات هادو، كاين اللي ما غاديش يفهم، اللهم نقولهم هكا بالدارجه باش الانسان كل شيء يفهم. وكتحسي بواحد الثقل فوق المعده ديالك، يعني بحال هزه شي حجره، يعني عندك واحد الثقل كانك هزه شي حجره فوق المعده ديالك، يعني الانسان كيبقى غير ينفخ، الانسان كيبقى غير يصوت، بحال زعما الا صاد غير يتنفس. يعني هادو هما الاعراض الاغلبيه والمتداوله واللي كثيره، هي هاد الاعراض هذه اللي كتكون عند الشخص اللي كيكون فيه التوكل. الله يشافي الجميع يا ربي، والهليب لي حتى شي انسان حتى شي حاجه خايبه.
غادي ندوزو على بركة الله. بعد ما قلت لكم الأعراض غادي ندوزو الوصفة، ندير لكم جوج وصفات بإذن الله. كاينة الوصفة الأولى اللي كنديرو منها الشيبة والحليب. الشيبة والحليب البنات هذه وصفة فعالة فعالة فعالة. الشيبة كانوا تيقولوا لينا مواتنا وجداتنا، الشيبة في الصباح شفاء وفي العشية عفا أعزكم الله، يعني الشيفة هي في الصباح. غادي تاخدي القدر ديال واحد جوج عراش ديال الشيبة أو لا غير عرش واحد، وغادي تغسليه بالماء مزيان، غتغسليه بالماء مزيان، وغتجيبي واحد الانيه وغادي ديري فيها الحليب القدر اللي انت قادره تشربي، يا السيترو يا اترو لارو بالقدر اللي انت قادره تشربي. واخا ديري غير هاد الكاس راه كافي، يعني لان غداوميها واحد المده ديال 3 جور 3 ايام 4 ايام يعني حتى تحسي براسك مزيان. غديري هاد العرش ديال الشيبه غتغسليه مزيان بالماء، ماشي الماء سخون، غتغسليه غير بالماء بارد، وغادي ديري الحليب في الانيه اللي غتمشي فوق البوطه، وغادي تخوي الحليب، وغادي تخليه تخلي داك الحليب حتى يطلع فيه الحليب حتى يغلى، يعني حتى يطيب الحليب تطلع فيه الفيضه تيبغي فهاد الحليب، وغادي تخليه حتى يدفى، وغادي تصفيه من هذيك الشيبه وغادي تشربيه. وغادي تحاولي تجيبي واحد الانيه اعزكم الله، وغادي ديري رجلك بحال بغيتي بحال هكا تجلسوا بحال بغيتو ديروا على ركابكم باش انكم تحاولوا ديروا الاستفراغ باذن الله. وحتى اللي حاس بحلقه هكا بحال بغى يتجرح ولا شي حاجه يدير واحد المعلقه ديال زيت العود باش الحلق ديالو ما يتجرحش. المهم هاد الشيبه هادي راه داك المذاق ديالها اللي كيكون شويه مجهد كيساعدكم انكم بسرعه كتحسوا عزكم الله التقيؤ، يعني وصفه فعاله ومجربه دوموها تتحسوا بريسكم مده ديال حتى 5 ايام ماشي مشكل، المهم من 3 ايام حتى 5 ايام تتحسي براسك انك الحمد لله يعني رجعت الشهيه، ما بقاش دوك الاعراض كتير نقصوا، يعني دائما القران ودائما اذكار الصباح واذكار المساء وتحصيل البيت ما يخطاوكمش البنات دائما والما ديال القران. هاد الشيبه هادي راها فعاله، وغندوز ان شاء الله الوصفه الثانيه وهي الا درتي الشيبه ديك 3 ايام 4 ايام حسيتي براسك انك مازال يعني مازال فيك دوك الاعراض، عندك بالوصفه الفعاله والاخيره والهائله وهي غتاخدي الفاسوخ الابيض. فاسوخ البيض البنات ماشي اي فاسوخ، غتمشي عند العطار وغتقولوا ليه عطينا الفاسوخ البيض الحقيقي المزيان تيكون صافي يعني مبيض، راه واخا الكاميرا البنات هو راه بيض ولكن تيبان لكم هنايا بحال غايبان لكم شويه بحال صفر، هو راه غادي شويه البلون كاسي يعني غادي شويه البيج، ولكن راه هكا خصو يكون، يعني ما خصوش يكون كحل ما خصوش يكون موسخ. غتاخذوا هذا الفاسوخ هذا البنات ولكن غتاخذوا غير شويه غير واحد اش غنقول لكم بلاتي نقول لكم قدام، غتاخذوا البنات اش غنقول لكم القدر ديالها قد مثلا قد المحمصه الرقيقه، عرفتوا المحمصه الرقيقه اللي كنديروها في الحسوه اولا قد البلبوله، يعني غتهزوا غير واحد الراس صغير ماشي غتهزوا شي حاجه شي كميه كثيره لا، غتهزوا كاع الا كثرتوا قد العدسه الرقيقه، يعني قد العدسه الرقيقه واحد شويه ولا قد المحمصه الرقيقه كما قلت لكم اولا قد البلبوله كل واحد وشنو هادو اللي غادي يعرف. غتهزوا غير واحد شويه هكا بالعود، وغادي ديروا الحليب ديالكم حتى يفيض، وغادي تذوبوا فيه هذاك الشويه ديال الفاسوخ، وغادي تبقاو تشربوه. هادشي اللي كنقول لكم البنات على الريق قبل ما تفطروا، لا الشيبه لا الفاسوخ، غديروهم على الريق وغداوموا على الفاسوخ مع الحليب حتى هو واحد المده ديال 3 ايام 4 ايام في ما فقتي من النعاس. غادي ديري هذه العمليه هذه وتسني واحد نص ساعه عاد تفطري، صدقوني والله والله البنات تتخلصوا ان شاء الله من هذه السموم هذه، وغتخلصوا باذن الله من هذا التكل هذا، وغادي ترجع لكم صحتكم ترجع لكم الشهيه، غادي ان شاء الله تحيد الدوخه كاع الاعراض غادي يختفيوا تماما، ولكن مع الصلاة والدعاء والقرآن المستمر وسورة البقرة في البيت، يعني ماشي غير غديروا هاد الأعشاب وغتنساو الله سبحانه وتعالى، يعني راه بالله باش غتشافوا بإذن الله. هادشي فاش غتبغيو ديروه بسم الله يا ربي شافيني، يعني أي حاجة وإلا الله سبحانه وتعالى هو اللي كيشافينا، حنا كنديروا غير الأسباب فقط. وهاد الأعشاب البنات هاد الشيبة هادي راها مجربة كنصحكم بها، وكنتمنى إن شاء الله نكون وصلت يا ربي هاد العلاج هذا بزاف ديال البنات وبزاف ديال الاخوات، وبغيتكم تديو معايا الاجر فيه باذن الله، والله يشافي الجميع، واللي ما فهمش الطريقه يعاود يقولها ليا في التعاليق ان شاء الله نشرحها لكم ماشي مشكل نعاودها لكم في التعاليق. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، وكذلك اللي كتعرف شي وصفه اولا ما تبخلش عليها على البنات، لان العديد والعديد اللي محتاج بحال هاد الوصفات اللي ما اللي كاين اللي ما كيخرجش من الدار، كاين اللي تحت الضغط، كاين اللي تحت السيطره، كاين اللي مسكين كله ظروفه اللي يكون في العوان، يعني الهواتف راهم
سهلوا علينا وقربوا لينا كل شيء. الحمد لله على النعمة ديال الله، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة، وما تنسونيش بلي لايك والدعاء الى عجبكم هذا الفيديو، وبارطاجيوه مع الهلو الحباب ديالكم باش الفائدة تعم. والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.